أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. في حال ما تأمن الخط وياكم تقدرون تتواصلون ويانا على تطبيق الواتساب الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب الإشارة الخضراء. نبدأ بالملف الأول وهو إضراب عدد من وكلاء توزيع اسطوانات أو قنان الغاز الجوالين عن العمل. ليش؟ لأن الدولة فرضت ضرائب جديدة واللي هي سمتها التحاسب الضريبي، فرضتها عليهم من قبل وزارة المالية، ورفضوا وكلاء توزيع الغاز الجوالين العمل بنظام الدفع الإلكتروني، إضافة عن رفضهم للعمل بتطبيق قنينتي بسبب وجود رسوم يجب أن يتم دفعها خاصة بالتطبيق، ورفضت معامل الغاز من إدخال أسطوانات مستهلكة اللي هي قنان الغاز الملحومة محليا. ليش؟ حتى يحافظون على سلامة المواطنين ومصادرتها لحظة دخولها المعمل، اللي يخلي الوكلاء الجوالين يطالبون بأسطوانة جديدة أو بقنينة جديدة بدل من الأسطوانة اللي تم مصادرتها. هسه راح نشوف بالفيديو اللي راح نشوفه ورا شوية إضراب وكلاء الغاز في محافظة النجف عن العمل، لأنهم احتجوا على قضيتين: أولا هي فرض الضرائب عليهم، ثانيا إجبارهم على تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني الجي بي اس. تعالوا نشوف. ومعمل غاز الحكومة اليدوية. أني مع أنه معامل الغاز تصادر القنينة المخالفة للشروط. أني مع معامل الغاز انه تصادر القنينة الملحومة محليا، لكن هسه واحد من الناس عنده مبلغ من المال حاطه بجيب هدومه ورجع للبيت واهل البيت ما انتبهوا على الفلوس بالجيب وغسلوها بالغسالة وتلفت. بهاي الحالة مو يروح للبنك يستبدل التالف بجديد حتى يقدر يستفاد من عنده؟ هذا النظام معمول به في كل بلدان العالم. جواز إذا تبلل أو تعرض المي أو شيء وما أعرف شنو مو تروح تطلع بدل تالف عنه. هوية أحوال مدنية، شهادة جنسية، مو شهادة الماشي بالعراق. زين قنينة الغاز من أنت صادرتها الموزع شنو ذنبه؟ هاي فلوس محسوبة عليه، كل واحد حاطله بسيارته عدد من القناني ومحسوبة عليه بالفلس. هاي رقم واحد. رقم اثنين، التعفت الدنيا كلها، عفتوا سوء المعاملات وقلة الإنتاج وكل شيء، عفتوا دوائر الدولة اللي بيها فساد، عفتوا الرعاية الاجتماعية اللي هي أصلاً ماكو، عفتوا بهذلة المواطن لما يريد يروح يطلع بطاقة وطنية أو بطاقة موحدة، عفتوا بهذلة المواطن لما يريد يروح يطلع بطاقة تموينية إلكترونية. ذني كلهن عفتوهن ورحتوا تشلبتولي بتطبيق جديد اسمه قنينتي، حتى الأخ قاعد ببيته اثنين قنينة زت اجا ديليفري مال قناني غاز، قل لي ابو التطبيق منو؟ احكوا لي بهاي. نطلع من النجف نروح المحافظة ذيقار. محافظة ذيقار ايضا وكلاء معامل الغاز في مدينة الناصرية سووا اضراب عن العمل بعد فرض انظمة التتبع الالكتروني اللي المفروض يشدوها على سياراتهم الجي بي اس. واكدوا وكلاء الغاز هنا أنه الحكومة مدى تلتفت بقراراتها لمصلحة المواطن، لأنه الإجراءات الجديدة تزيد من تكلفة قنينة الغاز على المواطن، إضافة أنه هاي القوانين هي لخدمة مصالح أو لخدمة المصالح الخاصة ببعض الشركات الاستثمارية. تعالوا نسمع. بالنسبة لوكلاء معامل الناصرية، إحنا ما طلعنا بطرانين ولا متعافين، إحنا عندنا معاناة، المعاناة جايين نعاني من عندها، ما حد جاي يستجيب لنا، لا مسؤول لا كذا، اي واحد نسولف وياه بس يصدر قرارات، القرارات جاي يصدرها زين غير مدروسه وغير ما بيها كل فائده علينا، مضره ومنفعه.
هسا احنا على سبيل المثال نحكي لك اليوم بدري، انت اليوم اصدرت قرار بين هذا الجي بي اس اللي يشتغل عندنا، خوش الجي بي اس بده يشتغل، شنو فائدته لي وشنو فائدته للمواطن وشنو فائدته لك؟ كل فائده ما بي. انا راح اخليني اشتغل عند دلفري اوقف بالباب وخابرني واحد اروح اودي له دبه، ليش الدبه تحملها عليه؟ صارت الدبه عليه 8000 دينار، هو ب 6000 ما يقدر يشتريها، سويتها ب 8000. زين انت من سويتها ب 8000 انت تدري ويوم ينصدم، ينصدم ويا سائق، ينصدم ويا الوكيل، صارت مشاكل وصارت طلايب، نتيجتها شنو؟ والله جي بي اس يشتغل، الجي بي اس شركه اهليه تشتغل براسنا، احنا ما لنا علاقه بهاي الامور، احنا سولف لي انت شنو فائدتي انا وشنو فائده المواطن؟ انت امس قلت هذا سووا لنا كيكارت، حتى الكيكارت يشتغل عن طريق زين التعبئه وعن طريق كذا، نعم هذا الكيكارت سوينا الهويات، من سوينا الهويات؟ اجينا لمن؟ اجينا هم لقينا فيها معاناه، شنو المعاناه؟ هذا ابو المنفذ لازم تروح له تعطي لي فلوس يعبي لك، صار هم شنو عبء ثاني. زين هي 50 اسطوانه، شو يريد يحصل؟ ابو المنفذ ياخذ من عندها، ابو السلامه ياخذ من عندها، الدبه المكسوره هاي شوفها تبدل على طريق 3000 دينار، هذا الاسطوان هذا صمام شوف هذا مكسور 7000 دينار. زين اضافه من الضرائب، الضريبه الموجوده، انت شنو اللي مطيني اياها؟ حطيتني 200 فايدتي حتى انا اقدر اسوي لك دني كلين، الغرامات الرسوم انت صعدتها اضعاف. سامعين بمبدا البطاله المقنعه هو هذا، تعال سووا مكاتب جديده وعينوا موظفين جداد حتى يعبون البطاقات مال كيكارد مال دفع الغاز، وجيبوا موظفين جداد، هذا الموظف شايل له جهاز وواقف بباب المعمل اعطيني كارتك، هذا ما يشتغل ارجع لي ورا. بالضبط كل بلدان العالم تفكر بمصلحه مواطنيها رقم واحد، يعني لهالدرجه العراق ما بمشاكل والروتين انتهى واصبح البلد الالكتروني في كل شيء، وصلتوا لقنينه الغاز لهالدرجه المواطن عايش في رفاهيه بحيث المواطن ما يقدر يشيل فلوس بجيبه، المواطن ما راح يستثقل كم فلس اللي بجيبه ابد، لان هن كم فلس بس البرلماني يستثقل والسياسي وابو الكتله والمسؤول والوزير دول يستثقلون، لان فلوسهم هوايه ماكو جيب يشيلهن ولا جنطه تشيلهن، فيفكر بالكارت حتى يصرفوا بكيفه. مواطنين من محافظه ذي قار بالفيديو اللي ورايا ابدوا تخوفهم من انه ازمه الغاز راح تتفاقم اكثر واكثر، لانه اضراب وكلاء الغاز عن العمل في عدد من المحافظات بسبب القرارات الحكوميه اللي فرضت عليهم ضرائب وفرضت عليهم لوائح جديده للعمل راح يخليهم يوقفون عن العمل، والناس تحتاج قنينة الغاز، تحتاج قنينة الغاز لما تعقم المي حتى تسبح به، ولما تعقم المي حتى تشربه، ولما تطبخ وتاكل وتشرب. فشوفوا السياسيين بيش دي يلعبون. تعال نام للسواق للوكلاء، هذا الوكيل من يحمل من نام للمعمل يحصل له 500 دينار بالدبة، 500 دينار هذا حال العمالة اللي يشتغل يوميته 20000. نفس الشيء من الصبح بالليل يفتر بالشميس وشايف الضيم وشايف الدهر على مود 20000 دينار. شوف الغرامات اللي اجت، انا هاي الغرامات ما اعرف لها، بس اعرف بالدبة راح تصير ب 25000. اليوم غاز بالناصرية كله ماكو. اسمع يا مسؤول، اسمع يا محافظ اللي نايم بس بالمركز ما تجي الأقضية والنواحي، اسمع يا مدير المنتوجات النفطية، اسمع يا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حكومة الخدمات. عمي شنو الاخبار بين عليك شنو غير ميك توقيع اسمي انتو حرامي وكل شهر 500 ندفع شو حصل عمي ماكو غاز نرجع للمطال نرجع للخشب نطلع نسوانا نجيب عقول غاز ماكو حكومة حرب نفسية على المواطن. أنا اللي دا استغرب من عنده بلد نفطي مثل العراق عنده أزمة بالبنزين وعنده أزمة بالديزل اللي هو الغاز وعنده أزمة بالنفط الأبيض اللي يستخدم في وسائل التدفئة صيفا ويستخدم في بعض الوسائل الأخرى عفوا شتاء وبعض الوسائل الأخرى صيفا. استغرب ببلد مثل العراق
بنفط، يسبح على بحره من النفط وعنده ازمه بالغاز. دول العالم هسه القناني خلصت من عندها، ساعات مثل ساعه كهرباء تلقوها باب البيت. روحوا شوفوا اوروبا، روحوا شوفوا الولايات المتحده الامريكيه، روحوا شوفوا بعض البلدان العربيه، ما راح تلقى قنينه غاز وواحد حاير بقنينه وحط القنينه وجيب القنينه وودي القنينه واشتري القنينه وبدل القنينه، ما يشوف هاي المشكله. بس احنا بالعراق عندنا قناني مال غاز. لا العراق مستفاد من الغاز مالته يولد به كهرباء، ولا العراق مستفاد الغاز مالته يطيل للناس حتى تقدر تستفاد من عنده. بالمقابل يفكروا لك بابو شركه، تلقون ابو الشركه يا نسيب الحجي يا ابن خال السيد يا ابن عم الشيخ فتح له مشروع حتى المشروع مالته يمشي ويكبر اكثر وتصير عنده فلوس هوايه، وباكر عقبه نلقاه نائب بالبرلمان طلعوا لنا بلاتيقة جديدة اللي هي جي بي اس وبرنامج قنينتي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود انا من ابو احمد عسكري، والله لو ما ثورة عارمة فلا تخلص هاي المعمعة. درسوا نفسية المواطن واستهتروا وخرجوا القانون والمعارف الدولية، دولة كثيرة الاحزاب، لا يقر قانون من مصلحة الشعب وانما لمصالحهم واحزابهم. محمد آل سلمان، اذا هاي حكومة خدمات وهلقت بها مطالب جاء حكومة البوق شلون تصير؟ كل شيء ما تحصل. صادق ابو جمان الكعبي، دولة عايشة على الضرائب والفقير ياكلها ونفطنا موزع عند الدول. حيدر صلاح، هي هاي حكومة الخدمة، شو تريدون بعد؟ محمد العبودي، حكومة ضد المواطن تحارب بأبسط مقومات الحياة. باقر قاسم، دولة خراب ولاحقين الفقير على خبزته. اكو تعليق يقول اذا كانت دولة خدمات وهلقت بيها مطالب، لا اذا كانت دولة بوق شنو اللي راح جاء حكومة البوق شلون تصير؟ محمد آل سلمان، حكومة الخدمات أخوي العزيز مو هاي، لأنه فعليا الحكومة اللي عندك هي حكومة بوق. حكومة الخدمات لما كهربائك 24 على 24 أنت تستلمها، وفي بلد نفطي أنت ما عندك أزمة وقود، وفي بلد بخيرات مثل العراق أنت ما عندك بطالة، وفي بلد بمقومات مثل العراق أنت عندك خدمات في كل شيء، وعندك صحة ومستشفيات وأدوية وعلاجات، وعندك منافع شخصية، وعندك 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 وعندك. اليوم العراق بمولات، بمطاعم، بكافيات، لكن بمستشفيات لا، بمدارس لا، بجامعات لا، بدوائر حكومية لا، بمراكز صحية لا، بإسعاف لا. فشوف أنت أي شيء بمردود مادي تجيب المسؤول تشوفه على أعلى درجة من الدقة والتقنية والحداثة، أي شيء بي فائدة إلك أنت يا المواطن راح تشوفه في أسفل السافلين حسب قياسات السياسية. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفا، تحياتي لقناتكم العظيمة والسادة المشاهدين الكرام. حياك وبياك. حياك الله استاذ افر، اذا تسمح لنا العراقي، يعني كنا نعرفه الشعب العراقي انه قبل الاحتلال الامريكي للعراق ووزاره النفط، ورغم انه كنا بحصار وكنا ظروف صعبه، يعني العراق كان من يعني البلدان المصدره للنفط رغم حياته اللي عشناها ورغم الصعوبات، بس كانت القنينة أول شيء استاذ أفا 250 دينار، ويعلم الشعب العراقي من زادت القنينة إلى 350 دينار الرئيس الله يرحمه، إحنا نقول الرئيس السابق أنه ما قبل على هذا الوضع، لأنه هذا يعتبر استغلال المواطن واستغلال يعني هيبة الدولة وعدم احترام الدولة. فكان أكو قوانين كل من يعني زيد القنينة فيحاسب عليه أو ينسجن، فهاي يعني معناته بانه الحكومه تحب شعبها وتحب انه ماكو احد يفرض قانون عليها وماكو احد يقدر يمس يعني مقدرات المواطن. وكان النفط يعني كان شتاء وصيف انه متوفر عندنا بالرغم من الظروف الصعبه اللي عشناها، بس لكن للاسف هسه احنا يعني احنا لا حصار ولا كل شيء عندنا، يعني الحمد لله والشكر النفط قاعد يصدر والنفط ما مستفادين من عنده اي شيء، يعني يوزعون الحصة النفطية ثلاثة شهور يعني بس أيام الشتاء 50 لترة أو 100 لترة، هاي ما تكفي للمواطن العراقي. النوبة جوي على قنينة الغاز، هاي القنينة اللي هي
سببها المعامل، سببها اللي هي ترد للدولة. يعني ما ممكن انه المواطن او شركات اهليه تفتح معمل قناني ويعني معامل يعني وتزداد هاي الاسعار وتزداد هاي امورها. بس للاسف يعني احنا هاي الدوله يعني القنينه الغاز بالبنزين خانه نعرفه 5000 ونص يبيعها يعني هذا المواطن اللي يشتغل بالبنزين خانه. بس للاسف ليش ما يحاسبون يعني هاي التسعيره الغاليه؟ كيف احنا بلد يعني غني بالنفط وغني بالثروات اللي بنعيش بيها؟ بس للاسف كل خيره راد للاحزاب وراد للحكومات الفاسده. يعني ما ممكن انه هاي اثرت على الشعب واثرت على يعني حياه اليوميه من يعني سواق النقل من قاعد يبيعون يعني قناني الغاز 8000 او 7000، هذول الناس يستفادون من عندها 1500 2000. يعني احنا كعراقيين راضين بهاي الامور، ما وصلت القنينه 15000 او 20000 يعني بظروف انه عشناها صعبه في هذا الوقت. للاسف الحكومه هي اللي قاعد تخلق ازمات وهي لا اللي قاعد لا تحاول من زياده اسعار قناني الغاز، تحاول يعني بحيث شتى الطرق انه ترفع الاسعار الغاز مثل ما رفعوا اسعار البنزين من 400 من 200 الى 250 والى 400 والان الى 850 دينار. No. هاي الامور الصوب علمًا الصوب بجيوب الفاسدين بجيوب الاحزاب. لو كان اكو عندنا وزير نفط ما ممكن احنا بلد عندنا ذات مصافي وذات انه لازم انه ترجع هاي المصافي حتى تنزل اسعار النفط ينزل اسعار الوقود. بس للاسف احنا بلد مستهلك، ايران ما طول انه عايشه او ورانا او قدامنا، فخلي يستفاد الايرانيين وخلي يستفاد الشعب الايراني لان هذول كلهم ناس ذيوله تابعين ايران واحزاب ايران. المواطن العراقي ما يهمهم اذا كان صعدت القنينه واذا صعد البنزين، ما يهمهم، اهم شيء خلي تزداد اسعار هذه على مود يستفادون. فان شاء الله مهما كان هاي نواياهم الفازه واللي يجمرون بها قوه المواطن العراقي والمواطن لا حول ولا قوه، ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومهما كانت هاي الظروف صعبه لابد ان يجي يوم وتسحق هاي الحكومه ويصير العراق بحسن بحسن، لانه احنا كشعب عراقي ما راضين على قراراتهم، ما راضين على كل هاي اللي قاعد يسوون بينا. بس للاسف ويا من نتكلم المن نشتكي، الشكوى لله. وانا اشكرك استاذ أبل وتحياتي لقناتكم العظيمه. شكرا جزيلا لك ابو عمر. يعني ابو كلام ابو عمر خلاني ارجع بالكلام الى مصفات بيجي. مصفات بيجي اللي بلش العراقي بنيها بمساعدة شركات أجنبية سنة 1975 من القرن الماضي، وتم الانتهاء من العمل في مصفات بيجي أو بناء مصفات بيجي سنة 1978، وكانت أكبر مصفات بالعراق والشرق الأوسط. أكبر مصفى لتكرير النفط ومشتقاته هي بيجي. كانت مصفات بيجي يومياً إنتاجها من النفط ما يعادل 310,000 برميل يوميا، يعني سنويا 15 مليون برميل. تعرفون كانت هاي الحد من باق وراح ليران بعيدة عن المسرحية اللي سواها محمد الشاع السوداني والعصا أبو قالوا موجودة بكردستان لأن هاي كذب، والمواد اللي طلعوها هاي مو مال مصفات، طلعوا صور لما انباقن المواد وطلعوا صور لما رجع عن المواد. المهم يعني ثلث إنتاج العراق النفطي، يعني العراق خسر ما استفاد، وسوى لنا مسرحية على أساس رجعت. يلا الفساد دوره رئيسي في الانهيار المستمر بالبنية التحتية العراقية، لأن هو من الدول الأكثر فسادا بالعالم. هاي مو أنا أقولها، هاي منظمة الشفافية الدولية هي اللي تقولها. وأثر هذا الشيء بشكل طبيعي على النظام الصحي لأنه منهار، بغض النظر عن نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لقطاع الصحة. الفساد المستشري بقطاع الصحة وأي استثمار بالقطاع الصحي هو شيء غير مجدي اليوم بالعراق، لأنه يؤثر فساد وزارة الصحة بقدرتها على تنفيذ تغييرات ملموسة. بالحقيقة الحكومة هي اللي تخلي المعوقات عن تحسين الرعاية الصحية للعراقيين بكلا القطاعين العام والخاص. ليش؟ أسباب أهمها أنه هم يملكون المستشفيات الأهلية فيردون الوارد، ولأنه ما يفكرون بمصلحة المواطن، وهواية أسباب ثانية. نروح هسه لمحافظة البصرة وتحديدا مركز الفيحاء التخصصي للغدد المركز الفيحاء التخصصي لمرض السكري والغدد الصماء
تعال نشوف أن المركز أغلق أبوابه أمام المراجعين لأنه ما عنده إمكانية على تقديم شيء. هذا طبعا هسه بداية طلع المدير يقول ماكو أي تحليل، والعالم هاي صار لها من 6 قاعده هنا تنتظر، يعني حتى بصاله الانتظار ما يسمحون لهم، يخلوهم خارج يعني زين. هذا المريض اللي يجي هنا شنو يعني ذنبه مثلا؟ المواطن وين يروح؟ ها شوف هاي الاطفال ظاله، وطلع المدير يقول ماكو اي تحليل. هاي نسخه منه الى وزير الصحه والى مدير صحه البصره، هذا مركز التخصصي. السلام عليكم ومرحبا. يعني هذا المواطن خطأ شو من ذنبه؟ هاي العالم كلها ظالة، هاي جاي يشوفون بعينكم. مريض السرطان ما يقدر يسوي شيء، واللي يغسل كلى ما يقدر يسوي شيء، ومريض السكري ما يقدر يسوي شيء. ليش؟ لأنه عندنا وزارة اسمها وزارة صحة، وعندنا وزير يدعي أنه وزير صحة بس هم يأخذ راتب ويفتح مستشفى أهلية وما هم المواطن شلون دا يعيش. هذا الفيديو بمحافظة النجف، وهذا كارثة بكل معنى الكلمة. توفت مرأة إلى رحمة الله تعالى، شيء طبيعي، موجودة بالطابق الرابع من مستشفى الصدر التعليمي، لكن المصاعد عاطلة. فش سووا ذوي المتوفية؟ انجبروا انه ينزلون جسدها حتى يواروا الثرى وودوها المثواها الاخير عن طريق الدرج لانه ماكو مصاعد. تفرجوا. هذا حال يقول لك انا حكومه خدمات ومن زار مستشفى الكاظميه، قال الله يوفقني اذا بقت خدمات يجي بدنا نشوف احنا. وذاك اليوم قلت لكم اياها بالحلقه، هو قال الله لا يوفقني اذا بقيت لكم شويه خدمات، لانه كان شايفها هوايه، فقام يخلي عالم هيك. ادري يجيبون كرين ومن الشباك ينزلون جثه الميت، شنو الموضوع تخلوه ينزل درج هو واهله؟ ما اعرف. انا عندكم محافظه ذقار، انتقد احد المواطنين عدم وجود كادر طبي يشتغل على الاجهزه الطبيه خلال الفتره المسائيه بمستشفى بنت الهدى، والمرضى يضطرون يروحون الى مستشفيات اهليه، وطالب الجهات الصحيه بلا زحمه الله يخليكم تعالوا شوفوا لنا حل لهذه المستشفى وافتحوا لنا تحقيق. تعالوا نشوف. بالطوارئ اعتقد هي طوارئ مالتهم مال مستشفى بنت الهدى. اكو شغله يعرف بيها دكتور راشد مدير الصحه، بس ما ادري ايش اختصاصك هاي اشعه وشو نار. عندك هنا المفراس والرنين العصر وبالليل ماكو، يطلعون العالم للاهلي. زين الخفر وين؟ زين هسه مرات تقول الجهاز اكو جهاز عطلان، نقول عادي عطلان الجهاز، بس هذني الاجهزه يشتغلن يعني الصبح يشتغلن، بس العصر وبالليل ماكو، تودون العالم وين؟ للعيادات على حسابهم. هو الفقير منين ما تقول لي؟ خافوا الله شوي. رساله لك مدير الصحه ورساله لكل مسؤول شريف، هاي شغلات سهله المفروض انتم تنفذونها، يعني كادر يجي تخصص لك كادر نفرين ثلاثه يجي هنا بالمستشفى، لان هذا الفقير ما عنده، انتم بهدلتوا العالم، ايش سويتوا بالعالم؟
طبعا ما تلقى كادر، موقع عقد خارجي الصبح يشتغل بمستشفى وبالليل يشتغل بمستشفى أهلية، فما تلقى كادر. المشكلة أنه كل مستشفيات العالم الأطباء التخصص يروحون للبيوت عادي طبيعي، بس أكو حالات طارئة يخابروه يجي، بس أكو كادر خفر لازم موجود بالمستشفى. أما الطوارئ هاي ما تعزل نهائيا، حتى الطوابق، حتى في بعض الطوابق أو مو في بعض، كل الطوابق المفروض قسم التمريض، بعض الأطباء، أكو بعض الحالات الخاصة، هاي لازم مستمر الممرض والمقيم وغيره يتابعون الحالة. زين شو احنا جماعتنا خلص الدوام قال لك ثمان؟ لا ما افتهم، ما افتهم مستشفى يقول لي خلص الدوام. منصور على العباس هاي المستشفى ما تصلح لأي شيء. علي مشتاق هاي بس بالطوارئ وخلل بالعمل فقط، حقك تحكي بس هيك لو داخل جوا بعد للروتات وشايف الظل تدق وتلطم على راسك من القذارة. علي حسناوي مستشفى شكبرها ما بيها مصعد غيرها بلوى. هادي العابدي يومية صيانة وبمكان هاي الصيانة كان نفذوا مصاعد جديدة ويقدرون ينفذوها من الخارج، هم تخفف الزخم داخل المستشفى وتوزع مباشر عند كل طابق، وهم سرعة تنقلات من خارج المستشفى وإلى داخل بالعكس. حبيبي العامري إذا كل شيء ما بيه إلا مداومين، لا أدوية لا مفراس لا سونار لا تحاليل، الفقير وين يروح؟ للأهلي. الإعلامي حيدر أبو خماس مع كل الأسف هكذا يتعاملون مع أرواح وممتلكات المواطنين، بهذا الحال أين الجهات الحكومية المعنية من ذلك؟ فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. نطلع من هاي القضية ونروح إلى محافظة ذقار أيضا، بالتحديد من منطقة الموحية. انتقد أحد الناشطين ظاهرة منح الأراضي للمتنفذين لغرض الاستثمار، ورصد منح مساحة من منطقة معينة من قبل دائرة البلدية الموحية، على الرغم أنه التخطيط العمراني لهاي الأرض ينص أنه هاي داخل مناطق مستحدثة وضعت ضمن الأراضي الخدمية كأن تكون حديقة عامة أو مدرسة أو مستوصف أو عيادة شعبية وغيرها من احتياجات الصالة العام. طالبوا الأجهزة الرقابية الله يخليكم فتحونا تحقيق شلون تم منح هاي الأراضي. تعالوا نشوف أحد المناطق اللي موجودة محافظة ذقار وبالتحديد ما تسمى الموحية قرب مستشفى دار المسنين. طبعا الحقيقة وردتنا الكثير من الرسائل والمناشدات من قبل الأهالي. طبعا الكل يعرف اليوم محافظة ذقار تم الاستيلاء عليها والاستحواذ عليها من قبل بعض المتنفذين وبعض اللي منتمين إلى أحزاب سواء كانت ناشئة سواء كانت أحزاب تقليدية. لكن احنا اليوم نريد نسأل سؤال، هاي الأرض المخصصة اليوم الكل يعرف التخطيط العمراني وتنظيم المدينة والتصاميم القطاعية، من تكون هناك مناطق مستحدثة تكون بعض المساحات اللي موجودة هي تكون يا أما متنفس حديقة، يا أما تكون مدرسة، يا أما تكون روضة، يا أما تكون مستوصف. لكن احنا نشوف اليوم هاي الأرض اللي موجودة بهاي المنطقة الموحية محدولة ويعني مؤهلة للبناء. نريد نعرف منو انطى هذه الأرض. احنا اليوم رسالة للحكومة المحلية الجديدة وإلى مجلس محافظة وإلى مدير بلدية حصرا، اليوم الكل يعرف هاي المساحات هي من أولوية البلدية، هي تشرف على كل المساحات. اليوم نريد نشوف الإدارة السابقة مالت البلدية شلون انطت هاي الأرض واللي هي تقع في منطقة الموحية، يجب أن تكون حديقة مثل ما تحدثت قبل قليل. رسالتنا إلى هيئة النزاهة، إلى المحكمة الاتحادية، شوفونا هاي المساحات من اللي جاي ياخذها، يعني وصلت مرحلة يعني بيوتنا راح ياخذوها. فأنا اليوم جيت لهنا على مود أسلط الأضواء على هاي المساحة اللي هي مؤهلة للبناء، من اللي خذاها، شلون انطيتوها، قرب مستشفى دار المسنين تقع في الموحية، يعني موقع استراتيجي وتجاري. نريد نعرف شلون مديرية البلدية والإدارة السابقة انطت هذا الأرض وشلون تحولت، إذا هي كانت خدمات شلون تحولت إلى الاستثمار. هذا حال بمنطقة الموحية. نطلع من ذقار أوديكم للنجف وأشوفكم اللي قاله أحد الناشطين أنه هواية من أراضي المحافظة انسرقت. الحرام اللي باق هاي الأراضي هو أحزاب السلطة، لأنه هو أكد لنا أنه أحزاب السلطة دا تستولي على هاي الأراضي بحجة الاستثمار. فيقول الناشط هنا أنه أحزاب السلطة العراقية في محافظة نجف
استولت على الأراضي بحجة الاستثمار وما تم تعمير أي شيء على هاي الأراضي ولا سووا شيء يفيد المواطن، هي مجرد سرقة ونهب لخيرات الوطن والمواطن. بالمقابل تركوا المواطن يعيش ألوان مختلفة من المعاناة والعذاب يوميا في صاية الأحزاب اللي أغلبها تدعي الإسلام. تعالوا نشوف شلون تسرق الأراضي بمحافظة النجف الأشرف بحجة الاستثمار أو الإيجار، وإنما هي عكس هذا الشيء، وإنما هي شنو انطيت أو أخذتها الأحزاب والميليشيات وقسم للمدراء العامين وقسم للنفوذ وقسم للعتبة العلوية اللي ما أعرف مستمسكتها عن عبارة عن مشاتل أو كذا إلى آخره. على كل اليوم خل أراويكم المشاريع اللي أخذتها هاي الميليشيات وهاي الأراضي، الرابط ما بين كربلاء والنجف من سيطرة النجف لحد سيطرة كربلاء أكثر من حوالي تقريباً 40 كيلومتر من بداية النهاية استولت عليها. يا أخي بدل ما هاي المشاريع الوهمية اللي أنتوا وهمتوا العالم بها وهي صارت من أجل مصالحكم الشخصية أسويها متنزهات أو متنبه للعوائل النجفية، أفضل ما تأخذوها أفتح الشوارع وأعرضها أحسن ما هاي الاختناقات المرورية اللي على الإنسان انعدم من وجود فشي مفيد من المحافظته. أسويها متجهات بدل ما يروح المواطن النجفي ويتجه للمناطق الشمالية من أجل تغيير الجو أو غير الجو. يا أخي ننظر شوي لهذا الشعب، كاف بوك كاف سرقات. اليوم حقيقة المجلس وحقيقة المحافظة وحقيقة البلدية اللي استولت على كل الأراضي. أنا ما أعرف هذا المشروع شو يعني من البداية نهاية الأخير، وين تجي توصلون بعد بهذا البلد؟ وين تجي توصلون بعد يا محافظة النجف ويا بلدية يا مجلس محافظة؟ كافي، ما بقى شيء، ما بقى شبر بالنجف ما استوليتوا عليه. باشر عقبه فكروا هاي الأجيال اللي راح تجي وين راح تروح؟ تقدم طلب الإيراني وغير الإيراني بين يريد في قطعة أرض 100 أو 200 متر؟ ولكم شوية استوحوا على نفسكم. بلد النهب خيراته مكتوبة، نفطه مكتوبة، عدمت المصانع، عدمت المعامل، التجارة، الاقتصاد، كله دمرتوه. يكفي ان هم سلبوا حياة المواطن، مو بس خيراته باقوها. لا تلقي المستثمر هسه ندمان، يقول لك انا حطيت ذني الدنك واسلاك شائكة وجبت شادر، حيل ايش قد صرفت عليه فلوس. والمواطن ما يقدر، هاي دا اصرف له بس ما يقدر انا ايش دا اسوي. الناس لما شافت علقت عاز حازم المياحي يقول أكيد كلهن انباع للأحزاب ومن زمان. وجدي غازي العسكري، المحافظة أصبحت فرهود، واحد يسبق الآخر على السرقة والاستيلاء على أراضي الدولة. ميرزا لطيف، مجلس المحافظة ونوابه وين عن هذا الفرهود الصاير؟ أبو كرار الإبراهيمي، البلد الدمر كل استثمار. حسام العراقي يقول والله ما يبقى شبر إذا ما يأخذوا، إذا مو اليوم باكر بعد شهر سنة. محمد أبو حسين، هاي كلها صوت البلدية والحيتان اللي معاش عشة بيها. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. مشكلة العراق كارثة كارثة. ومن نحكي يقول لك انت ليش تحكي؟ جسور يبنوها وراها يلزقوها تلزيق بجقات، اسمنت واقع، جسور اسيجتها راح توقع، يروح يجيب لي راجز تحسه شاصي ما السيارة مضروب ودي يسحبه بالشيخ عمر. جسور ثانية بتجي سيارة تضربه ويوقع ويقول لك الجسر القديم وقف دبابة بالحرب العراقية الإيرانية وما وقعت بالمي، الجسر الجديد اللي فرحنا به سيارة جت طبت وراحة والعائلة ماتوا وانعلسوا وكلهم بالمي. خدمات تعبانة، مستشفيات تعبانة، استثمار على قدم وساق، ما خلوا أرض بالعراق ما حولوها استثمار. والطامة الكبرى، تعالوا نشوف سوية شكو بالعراق، عالم تدور بهذني أجلكم بالزبالة حتى تقدر تجيب لها لقمة يوم. هاي ومشكلة تكدس النفايات بالعراق بعدها مستمرة وبهواية من المحافظات، لأنه ماكو طريقة تتخلص من هاي النفايات عن طريق حرق أو غير التخلص منها في الأنهار. هذا اللي يسبب تلوث بيئي، تلوث مائي إذا شمرت الزبالة بالنهر، وتلوث هوائي إذا حرقتها، لأنه ما عندك مطامر صحية. ويتسألون الخبراء والصحفيين والمتخصصين والناشطين عن البيئة، شنو سبب عدم استثمار الفائدة الاقتصادية من تدوير هاي النفايات اللي بيها فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة؟ ونطلع المحافظة البصرة واشتكوا أهالي منطقة المعقل من تكدس النفايات بالمنطقة وتقاعس البلدية عن أداء واجبها برفعها. تعالوا نشوف. صارها فترة طويلة بهاي المنطقة قريبة من جامع
السيد عبد الحكيم الصافي. هاي تطاير منها وتتجمع بالركن هذا بين الأطفاء خلف الأطفاء والبيوت والسيارة النفايات الآن حركت قبل دقائق، يعني هي تجي لهنا لهنا تشيل الزبالة توه هسه أحاشيل ولد قلت عمي شيل هاي الزبالة شوي تنسونها بلكي، قال لا والله مو واجبنا. عجيب غريب، مو واجبهم؟ شنو واجبكم عمي؟ قال لا والله مو واجبنا، واجبنا مو اللي هاي النفايات، ما أعرف شنو يعني واجبهم ما أدري. شارب الزبالة من حاويات راح. على العموم يعني المنظر قبيح، يعني أتمنى من بلدية المعقل يوجهون منتسبيها للمكان يم جامع سيد عبد الحكيم الصادق. ما أدري ليش أحس السياسي لما نجى للبلد فكر شلون يبوق ويبوق 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 ويبوق، آخر شيء قال ما بقى شيء، بقى بس ألعب على صحة المواطن. قال له ايش تسوي؟ قال لهم أعرق الغاز وأمرضه وأخليه يجي المستشفى لي حتى أخذ فلوسه. قال له زين وبعد؟ قال لهم أذب زبالة بالشارع وما أخلي البلدية تشيلها. قال له ليش؟ قال لهم وين راح تنشر غاز ميثان وروائح وحشرات وما أعرف شنو وميكروبات وفيروسات، هم راح يتمرض وتاليته هم يجي إليه. ليش؟ لأنه راح أتعامل ويا وزير الصحة وأقول له دمر على المستشفى الحكومية حتى يجي يمي حتى أبوقه بالزايد. وحال العراق هذا حال العراق. تدرون محافظة ذي قار المحتجين محافظة ذي قار ايش سووا على هاي القضية؟ اياتهم محتجين محافظة ذي قار بمدينة الناصرية جابوا الزبالة الموجودة بالشارع شالوهن وشمروهن جوا بناية بلدية الناصرية وقالوا هذا تصعيد من عندنا احتجاجا على تراكم النفايات بمنطقة الإسكان الصناعي، ولأنه دائرة البلدية ما تسوي واجبها الطبيعي. أحد المحتجين قال أنه تراجع مستوى الخدمات بكل مناطق المحافظة ونقص الآليات بمدينة الناصرية تسبب غياب الخدمات الأساسية وماكو معالجات حكومية واضحة وسريعة. هذا اللي خلاهم يتظاهرون وجمعوا النفايات وشمروها داخل الدائرة بطريقة احتجاجية على المشكلة، ودعا الجهات الحكومية المعنية بهاي القضية يا بتابعوا عمل الدائرة وفتحوا تحقيق بهذا التقصير وحلوها حتى احنا نقعد ببيوتنا ونرتاح وانتوا ترتاحون. تعالوا نشوف. الله سلام عليكم. كل مظاهرة قبل العالم تحرق اكو ناس مواطنين خطية، هذا راعي مستشفى موظفين ما ريدين اذينا واحد ماشي على مود العالم تقول شنو الخطوات الباقية تستخدمونها نستخدمها. انا اجيت اليوم من منطقة الاسكان وهي مو بس الاسكان كل المناطق النفايات صاعدة رؤوسهم وناس مظلومين وشابعين ضيم. ابسط شيء حاوي اليات ماكو ومن فشلهم هسه احنا قسم الاسكان جايبين اليات من الجبايش اليات مال الجبايش والطار مع العلم ذاك قضاء وناحيه هم ما عندهم اليات جايبين الياتهم مخلينهم. احنا هاي خطوتنا هاي الزباله مكان ما بالشارع فوق المسؤول الفاشل الحرامي نطفه فوق راسه لان هذا قاعد عتب. اكو خطوه بعد احنا مو بس على النفايات، هاي البلديه كل مسؤول يجي ما يخدم العالم. وهاي رساله اريدها المجلس قضاء الاعلى كون تحاسبون نجده النزاهه تحاسبون الفاسد مو قاعد على التبريد وما له علاقه بالعالم. وين الخدمات؟ تسولفون علينا بس صور و24 ساعه تنشرون وكله كذب. هاي راح نطلبها بالدائره المره الثانيه فوق راس شكو واحد فاسد وحرام. ما أعرف السياسيين بالعراق شنو موجود براسهم، يعني من يسمع المواطن يحكي عليه يقدر ينام مرتاح؟ يعني المواطن يقول له أنت حرامي، بس أتوقع أنه هم بدأوا السياسيين يتعايشون في هاي القضية، فمن يقول له أنت حرامي يفرح. بالله أتمنى من الشعب العراقي يطلع يقول أني أحب السياسي الشريف، خلينا نشوفه يزعل له لا، دريد نفتهم ذولا شنو طينتهم. ناس علقت أبو منتظر خفاجة ما قاعد أفهم شنو المشكلة بالنسبة للآليات الخاصة بالبلدية، ليش هذا التخبط؟ وين المشكلة؟ هناك معادلة وهي كمية النفايات في مركز المحافظة بالطن، عدد الآليات زائد عدد العمال،
يعني الأخ هنا أنا أعطيكم المعادلة، يقول وين المشكلة بعدد الآليات، بعدد العمال، لو بكمية النفايات، وين معمل النفايات المحال لهيئة الاستثمار؟ النفايات عند الدولة المتقدمة نعمة، لكن في العراق نقمة. أمجد العمري، تشاتش بايش بيش ينقلون نفاياتهم إذا سياراتهم بالإسكان؟ سليم الغزي يقول عافية عليكم، هو هذا صحيح، يستاهلون، هي رسالة للجميع المسؤولين الفاسدين. حيدر الحيران، شغل المسؤول يخدم هذا الشعب ومو بس قاعد وياخذ راتب. تحسين آل هويدي، المسؤول ما يفهم غير هاي اللغة. وأبو وفي الحجامي، والله العظيم أحسن حل هذا، استحوا شوية، كون صدق على رأس المسؤول الفاسد والحرامي، جزاك الله ألف خير. المشكلة أنه السياسيين بالعراق جلدهم الدبغ قام ما يحس، صدقا قام ما يحس. دول العالم بثلاثين سبعة، 30 تموز، 30 يوليو من كل سنة يحتفلون باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وانتقدت أوساط حقوقية ضعف دور الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتقاعس حكومة الإطار التنسيقي، أبو الله لا يوفقني، عن تفعيل القوانين اللازمة لمواجهة هاي الآفة الخطرة. أكدوا أن استمرار نفس المعطيات الحالية راح يشير إلى أنه إحنا راح نسجل آلاف الحالات سنوياً بالسنوات الجاية، وحذروا من أنه العراق راح يصير مصدر رئيسي لتجارة البشر أو الأعضاء البشرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتزايد النشاط الإجرامي وتوفر البيئة الخصبة لانتشارها. وضحوا أن المتاجرين يستغلون معاناة المواطنين من فقر، بطالة، إضافة عن ضعف أمن وقوة الميليشيات اللي تدعم الشبكات الإجرامية وتنتفع من أدها ماديا. للمعرفة التفاصيل أكثر تعالوا نشوف هذا الانفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. باع العراق زبالة، صحة ماكو، تلوث بيئي، تلوث مائي، تلوث حياتي، تلوث مجتمعي، تلوث في كل شيء. الطرب بالعراق ملوث، والدراما العراقية ملوثة، والتعليم العراقي بالمدارس والجامعات ملوث، الصحة العراقية ملوثة، وغرفة العمليات اللي موجودة في المستشفيات ملوثة، الوزارات والدوائر والمؤسسات ومراكز الدولة الخدمية كلها ملوثة. دا تلاحظون كمية التلوث البيئي اللي موجود بالعراق والمجتمع والأمني، من جرائم التجار بالبشر، من جرائم التجار بالأطفال، من جرائم استغلال أطفال في عصابات للجدية وعصابات أخرى للعمل وعمالة الأطفال وغيرها، من جرائم التجار بحياة المواطن. اليوم العراق من 2003 إلى اليوم الأحزاب والكتل وذول اللي جوي من مجلس الحكم الانتقالي إلى آخر حكومة ويمكن التاسعة بزمن حكومات الاحتلال، ذول كلهم نفذوا جرائم حرب باتجاه الشعب العراقي، لما جوعوه وحرموه وخلوه يتمنى اليوم اللي يعيش بيه مرتاح
عفوا على بنكا او على جلوب، بلد نفطي من اغنى بلدان العالم، والعالم يعزك الله انت عراقي عندك نفط عندك كوما نفط، ما يدري ما يدري بالضيمه اللي العراقي شايفه جوه. والعراقي لما نشوف افقر بلدان العالم عايشه ومرتاحه وعندهم امان بيقول نياله ويا ريتني اني بمكانه، ولا الله خالقني عراقي، لان هوايه من العراقيين اليوم دا يحجون هاي الدعوه، وسبب هاي الدعوه وهي حرام وغلط هم السياسيين نفسهم، وسبب هاي الدعوه هو اللي دا يصير بالبلد، وسبب هاي الدعوه ابو الله لا يوفقني واللي قبله واللي قبله واللي قبله اللي ما سووا شيء غير بس قتل ودمار وخراب. نلتقيكم على خير ان شاء الله يوم الخميس الجاي في امان الله.